بالنسبة لمنظمة العفو الدولية كانت ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، ما زالت ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وغيرها من البلدان العالم. بالنسبة لتونس كانت المنظمة وعديد المنظمات صرحت اللي عملية التعذيب هي عملية ممنهجة وموسعة، وكانت سياسة الدولة في عهد بن علي وكذلك في الحقبة البرغبية عملية التعذيب باقية متواصلة إلى حد الآن، لكن إلى حد الآن نعمل على إثبات والتأكد من هل ترى هي ما زالت سياسة الدولة أم لا. إلى حد الآن السلطة السياسية تعلن اللي هي ضد التعذيب وماهيش باش تسمح بعملية التعذيب، لكن على مستوى الميدان مستوى الممارسة عملية التعذيب باقية متواصلة. احنا ما زلنا نحاول نتأكد من مدى انتشار عملية التعذيب، لأن إذا كان تكون عملية ممنهجة وموسعة مسؤولية الدولة باش تكون بشكل مباشر بشكل كبير مؤكدة. بالنسبة للأعداد بالضبط أعداد الأشخاص اللي كانوا تعرضوا للتعذيب من الصعب الحديث على الأرقام بالضبط، لأن كانت الضحايا ما همش جميع ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان قاموا برفع قضايا، خاصة إذا كان نعرف اللي ثم حتى حالات وفاة فقط ناتجة عن التعذيب، يعني ما الأشخاص ما قاموش برفع قضايا نتيجة الوفيات. عملية التعذيب بقت منتشرة وتمارس بشكل ممنهج في أغلب الأماكن في تونس. ثم كذلك للحظات المنظمة اللي هو تورط الطب في الكثير من الأوقات في عملية التعذيب، يعني عملية الإثبات أحيانا يمارس التعذيب لكن عملية الإثبات هناك الطب الشرعي يرفض في بعض الأوقات إصدار تقارير دقيقة موضوعية، في أوقات الطبيب يشارك في عملية التعذيب، وفي أوقات كذلك لاحظوا اللي الأطباء يمتنعوا على إصدار شهادات طبية تؤكد ارتكاب جريمة التعذيب. وفي هذا الإطار منظمة العفو الدولية كانت قدمت تقرير وفاة فيصل بركاتي اللي توفى في سنة 91 للطبيب الشرعي بوندر اللي موجود في بريطانيا، وأكد اللي عنده شكوك اللي الوفاة تكون ناتجة عن التعذيب ماهيش ناتجة على حادث. في سبتمبر 2013 قدمت منظمة العفو الدولية مع البروفيسور بوندر من بريطانيا قدموا لتونس، قاموا باستخراج جثة فيصل بركاتي من جديد وتأكد اللي الوفاة ناتجة على عملية تعذيب وماهيش ناتجة على حادث، وبالتالي تمت إثارة مسؤولية الأطباء اللي شاركوا في صياغة التقرير وكانوا كتبوا اللي هو حادث. لكن احنا هذا الإشكال، يعني ثم الأطباء في عملية التعذيب في عملية الإيقاف، وثم أطباء كذلك حتى في السجون موجودين أطباء. مشكلة منظمة العفو الدولية اللي أثارت المشكلة ضرورة اللي الطب الشرعي يتمتع بالاستقلالية ويتمتع بالحيادية وبالضمانات اللازمة من أجل الاضطلاع بمهامه. كذلك ثم دعوات اللي الأطباء اللي موجودين يكونوا تابعين وزارة الصحة ما يكونوش تابعين لوزارة العدل، يعني حتى في السجون ثم هذه الدعوات. لابد كذلك اللي الأطباء اللي يكونوا موجودين يتمتعوا بالاستقلالية، يتمتعوا كذلك بالمصداقية الضرورية وبالضمانات اللازمة من أجل الاضطلاع بمهامهم وإدانة التعذيب وكشف جريمة التعذيب في حالة إثباتها.